رب مصيبة تكون سبب لدخول صاحبها للجنة بعد رحمة الله عز وجل، ما هو بعمله إلا مصيبته اللي لازمته حتى يلقى الله. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لعطاء بن رباح أحد التابعين: ألا أريك مرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء كانت تسرى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت صبرتي فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. فكان صبرها سبب لدخول الجنة. يقول عبد الله بن عباس: مرأة من أهل الجنة، انظر لها، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. مصيبها اللي تصيبك جللها، لبسها بحسن الظن بالله تنقلب إلى رضا، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قلت أنا المصيبة إنما هي رفعة في درجاتك، آمن قلبك رضي الله عنك. إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. الله يرضى علي وعليكم. مصيبة أصابتك كانت سبب لدفع مصيبة أعظم وأعظم، ولو يسر لك ما تحب لكان شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أصابتك مصيبة تذكر دائما: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. تذكر الله لطيف بعباده، أسأل الله يلطف بكم. تمسوا على خير.